ننتقل بقى للالعاب الجماعيه والفرديه، نقدر نقول بقى توجت مصر بذهبيه منافسات الفرق نشات في بطوله العالم للناشئين للخماسي الحديث تحت 21 عام، والمقامه خلال الفتره من 11 الى 17 سبتمبر الجاري بليتوانيا. احرزت مصر المركز الاول والميداليه الذهبيه، وجاء في المركز الثاني والميداليه الفضيه منتخب بولندا، ثم المانيا الى المركز الثالث والميداليه البرونزيه. خلينا نتكلم كمان على تفاصيل اكتر مع الناقد الرياضي محمد ناجي، اللي بالتاكيد طبعا هنساله عن منافسات الخماسي الحديث، وهنتكلم معاه طبعا عن امور عديده جدا في هذا الامر. يا استاذ محمد، حضرتك معانا، صباح الهنا. صباح الفل يا نهوان، صباح الفل يا كريم. اهلا بيك، منورنا حقيقي. ويعني الخبر اللي كريم كان دلوقتي بيتكلم عنه طبعا محتاجين نعرف تفاصيل اكتر، وعايز اسال حضرتك عن رايك في منافسات طبعا الخماسي الحديث، وفكره برضو يعني اللي شفناه الايام اللي فاتت والايام الماضيه برضو كتقييم. اتفضل يا فندم. هو طبعا الخماسي الحديث الفتره اللي فاتت يعني النجاحات دايما مستمره في الاتحاد، اشتغل على نفسه بشكل كبير الفترة اللي فاتت. كان أبرز نتيجة كان حققها طبعا كانت فضية أولمبياد طوكيو عن طريق أحمد الجندي، بس الاتحاد ما يعني ما اكتفاش بالنتيجة اللي اتحققت دي، دايما عندهم صف تاني، دايما بيطلعوا نجوم وأبطال من تحت صغيرين يقدروا يدعموا المنتخب الكبير أو المنتخب الأول يعني. فاحنا قبل الولاد دول منهم لعيبه قبل ما تسافر بطوله العالم للناشئين دي كانوا محققين، منهم بنت اسمها ملك اسماعيل، هي اوريدي محققه ذهبيتين في البطوله اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، حققت ذهبيه التتابع سيدات او نشئات يعني، وحققت ذهبيه الفرق. قبل ما تسافر كانت محققه كمان مع منتخب ذهبيه بطوله افريقيا، وقدرت انها تحجز لمصر مقعد في اولمبياد باريس 2024. فاحنا دلوقتي في الخماسي الحديث احنا عندنا ثلاث مقاعد موجوده، والرابع هيكون برضو يعني مصري ان شاء الله، لان كده كده اوريدي المنافسه هتكون قويه جدا بين هايدي عادل وبين سالم ايمن على مين فيهم يقدر يحجز المقعد الرابع. احنا خلاص اوريدي مهند شعبان قدر ان هو يتاهل من بطوله العالم الاخيره اللي كانت اتلعبت، احمد الجندي اخذ ذهبيه بطوله افريقيا اللي كانت اتلعبت هنا في مصر، ملك اسماعيل زي ما كنت لسه بقول قدرت انها تتاهل عن طريق انها قدرت انها تاخد ذهبيه بطوله افريقيا. فكده بقى عندنا ثلاث مقاعد خلاص محسوم امرهم بالنسبه لمصر كخماسي حديث. المقعد الرابع بنسبه كبيره ان شاء الله خلال البطولات اللي جايه هيتم حسمه بشكل كبير، فيبقى عندنا اربع مقاعد رسميه موجودة في الأولمبياد، أولمبياد باريس القادمة عن طريق الخماسي الحديث. إيه لو بسألك الكوتا الكاملة بالنسبة لهم، يعني هم ممكن لو ينفع انهم يتأهلوا بأكتر من كده كانوا يتأهلوا، لكن هي المشكلة ان هو اصلا اقصى عدد يقدروا يتأهلوا بيه هو ولدين وبنتين. اتفضل يا كريم. لو بسألك هنيجي طبعا يعني عارف انت ملم جدا بهذه الاخبار وقريب جدا من هذه الالعاب، هل ده مؤشر جيد عدد المتأهلين في هذه البطولة طبعا برؤيتك؟ طبعا هل ده شايف ان هو مؤشر جيد لحصد عدد اكبر من الميداليات طبعا في اولمبياد طوكيو؟ اكيد طبعا، اكيد يا كريم، عدد المتأهلين بيبقى بيدي انطباع ان انت عندك جاهزيه بشكل كبير، قادر انك تتأهل باكبر قدر او باكبر عدد من اللعيبه، بس ما يجبش ان انت ترتكن على النقطه دي او ان انت تقول انا رايح بالبعثه الاكبر في تاريخ مصر. احنا نفس الكلام كان حصل في اولمبياد طوكيو اللي فاتت، كنا متاهلين بالبعثه الاكبر في تاريخ مصر، 131 او 132 لاعيبه لعبوا لعيبه يعني في الحدث ده، قدرنا نحقق 6 ميداليات، مش الرقم اللي المسؤولين عن الرياضه المصريه بيوعدونا بيه خلينا نقول يعني. ولا اللي هو الرقم اللي احنا الناس كلها مستنياه، خصوصا ان انت دلوقتي بقى عندك نجاحات كبيره جدا وعندك ابطال بيقدروا يحققوا ميداليات في بطولات عالميه، يعني انت ما بتقولش ان انا عندي لعيب جايب ميداليه في بطوله افريقيا او نوع، انت في كل الالعاب دلوقتي عندك لعيبه ابطال عالميين. صحيح. فهم يجب ان انت تجهزهم. بص بيبقى في تريكات بقى بسيطه هي اللي ممكن تخلي اللعيب اللي موجود عندك ده يبقى بطل اولمبي يفضل مكمل ويفضل يعني متوهج، او ان انت تحط قدامه عراقيل او تحط قدامه مشاكل او ما تجهزوش بالشكل الامثل
فخلاص لما يوصل للاولمبياد او يوصل لان موضوع الاولمبياد بيكون الموضوع فيه اصعب نفسيا مش فنيا. انت القصه كلها بتبقى ضغوطات نفسيه، انت لازم تهيئ اللعيب بتاعك وتحطه في مناخ ليه شكل يقدر ان هو خلاص اللعيب ده خلاص بقى لعيب متعرض لكل الضغوط اللي الكبيره اللي يقدر يبقى موجود فيها، انت تبعده بعيد عن اي ضغط سلبي او اي عقبات او اي مشاكل بيواجهها. بعدها ساعتها خلاص هتشوف اللعيب على منصه تيجي الاولمبيه. استاذ محمد انا يعني هختم مع حضرتك بالجزء اللي اتكلمت فيه لانه جزء في غايه الاهميه بصراحه، لما اجي اتكلم عن ان انا ابقى بيئه يعني خصبه، ابقى بيئه جاذبه للابطال بتوعي الرياضيين خصوصا يعني اللي هم بيتاهلوا بيجيبوا لي وبيرفعوا اسم مصر في محافل دوليه للاولمبيات وغيره، ان انا ازاي احقق ده؟ فسؤالي لحضرتك طبعا بما حضرتك معني بهذا الملف، هو مين المسؤول على ان احنا نبقى بيئه جاذبه؟ هل رؤساء الاتحادات ولا يعني قطاعات مختلفه من الدوله ولا احنا كجماهير؟ يعني خليني اعرف منك لان الموضوع للاسف الشديد في الفتره الاخيره مش بالشكل اللي احنا كنا نتمناه. انا مش هخش في تفاصيل او اقول يعني امثله معينه لكن كلنا بنتابع اللي بيحصل، ف خليني اعرف وجهه نظرك في هذا الامر، اتفضل يا فندم. بصي هقول لحضرتك هي اكيد يعني قولا واحدا الاتحادات هي المسؤوله الاول والاخير عن كل ابطالها او كل نجومها. لو انت شايف او انت يعني مش قادر ان انت تكون تتصدر المشهد بالنسبه لان انت تكون تقود لعبتك او اللعبه اللي انت بتشرف عليها عشان تقدر توفر لها كل الجوانب الماديه والجوانب النفسيه والجوانب الاداريه، صحيح عراقيل ومشاكل الاداريه للعيبه، يعني والله العظيم مشاكل كتير جدا انا كنت شفتها مع لعيبه اعرفها ان هو اللي بيروح يغلط تصريح سفر بنفسه، هو اللي بيروح يحجز فندقه بنفسه، وهو اللي يا جماعه كل الكلام ده المفروض اصلا يكون خلصانه. ما حضرتك بتعين اداري ليه في المنتخب؟ حضرتك ليه بتجهز وبتدي فلوس للاداري عشان خاطر يبقى هو المسؤول عن المهام؟ صحيح طب اما هو اللي اللاعب هو اللي يعملها، طب خلاص ما من البدايه تبقى بالظبط على الاقل ما فيش حتى حد ليه علاقه بالشق الاداري تقول له خلاص انا مع يعني ما فيش ما عنديش فخلاص انا الفلوس اللي موجوده في الاتحاد انا بوفرها لك كلاعب ان انت تقدر تشارك فيها وتسافر بيها، فحتى اللاعب ساعتها هو نفسه خلاص مش هيبقى عنده مشكله او غضاضه في تقبل الامر ده، لكن هو لعيب بنفسه شايف انه في حد مسؤول عن الجانب ده وفي الاخر ما بيعملوش وانا اللي بعمل كل انا اللي بعمل كلام كل كلام مظبوط. وفي الاول وفي الاخر لو الوضع كده ما تجيش تلوم اللاعب بقى ولا تيجي مثلا تلوم البعثة المصريه ان هم لا يحصلوا على عدد كبير من الميداليات علشان في الاول وفي الاخر ده ليه اكيد اسباب من البدايه يعني. فانا بقول لك ففي الاول والاخر هو المسؤول الاول والاخير عن القصه دي دايما بيكون رئيس الاتحاد. صحيح. أو أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بشكل كامل. صحيح. أنتوا في الآخر لازم كلكم تبقوا على طرب رجل واحد، لأن هو خلي بال حضرتك هو في حالة إن لما بيكون عندك بطل كل المنظومة بتبقى فرحانة باللاعب ده، يعني هو كل الناس بتبقى بتتكلم أنا عندي في فرقتي أنا عندي في منتخبي لعيب بطل عالم، لعيب بطل أفريقيا، لعيب تالت أولمبيات، لعيب حتى لو هي اللعبة نفسها كانت صعبة اللعبة نفسها يعني. صحيح. استاذ محمد يعني خليني اقول لحضرتك على حاجه، هو الملف ده كبير جدا فانا يعني اتمنى ان شاء الله حضرتك ننسق معاك وطبعا مع فريق الاعداد لان نيجي بقى ونتكلم بكل يعني التفاصيل الممكنه لانه ملف في غايه الاهميه ونرجع نقول تاني ده يعني ملف يمس مصر يعني الرياضه المصريه وعدد البطولات اللي بنتكلم عنها والميداليات وغيره، اعتقد ملف لازم نقف عنده شويه ونتكلم فيه الجوانب بس بشكل بقى اكثر تفصيلا ان شاء الله. استاذ محمد ناجي نورنا في حلقه ونتكلم في كل التفاصيل دي، مشكورك جدا محمد ناجي الناقد الرياضي على هذه المداخلة.